اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه. يمكن الحقيقه بنكون حريصين دوما على متابعه حركه المرور مع حضراتكم، والحقيقه يمكن اي يعني تعديلات في الطرق بيكون من الضروري جدا اننا نستعرضها مع حضراتكم اول باول. وفي هذا الصدد اجرت الاداره العامه لمرور الجيزه تحويلات مروريه لحركه السيارات بسبب انشاء محور 26 يوليو الجديد في اعمال تستغرق 45 يوما. والحقيقة أنه ده بيأتي وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتخصيص الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحور 26 يوليو الجديد، كوبري تقاطع محور 26 يوليو وصولا إلى شارع أحمد عرابي مرورا بأعلى منطقة البراجيل. الحقيقة أنه هذا الأمر يستلزم غلق كلي بشارع رقم 2 بداية من تقاطعه مع شارع خلف حديقة سفاري بارك حتى شارع المطار فقط، وذلك لمدة 45 يوم كما ذكرت لحضراتكم، هتكون ابتداء من الساعة 1 صباح اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو حتى يوم الأحد الموافق 4/9 لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالكوبري المشار إليه. بالتأكيد أنه الحديث عن التحويلات المرورية الناتجة عن هذا التحويل بتكون هامة للغاية، بتهم شريحة كبيرة جدا من حضراتكم واللي بيسلكوا يعني هذه الطرق بشكل يومي. القادم من مناطق عزبة المطار بيرغب بالسير اتجاه كوبري أحمد عرابي وشارع أحمد عرابي، عليه أنه هو يتجه يسارا بشارع خلف حديقة سفاري بارك ثم دخول يمينا اتجاه كوبري أحمد عرابي وصولا إلى شارع أحمد عرابي. أما عن القادم من مناطق عزبة المطار ويرغب بالسير اتجاه مناطق البراجيل فيتجه يسارا بشارع خلف حديقة سفاري بارك ثم الدخول يمينا اتجاه كوبري أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي حتى اليوتيرن الأول ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي والصعود على كوبري أحمد عرابي مرة أخرى، وهيكون ده اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع المطار اتجاه منطقة البراجيل. نذهب إلى القادم من شارع أحمد عرابي ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار، يقوم بصعود على كوبري أحمد عرابي ويتم استكمال السير بمحور عرابي حتى ميدان سفاري بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول يمينا بشارع خلف حديقة سفاري بارك أيضا وصولا إلى مناطق عزبة المطار. استكمالا يعني هذه الطرق، فالذي يرغب والقادم من مناطق البراجيل ويرغب بالسير اتجاه مناطق عزبة المطار يقوم بالصعود على كوبري أحمد عرابي ثم استكمال السير بشارع أحمد عرابي حتى فتحة الدوران الأولى أو اليوتيرن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي والصعود بعد ذلك مرة أخرى أيضا على كوبري أحمد عرابي وأيضا استكمال السير بمحور عرابي تجاه ميدان سفاري بارك ثم الدوران والعودة مرة أخرى ثم الدخول بشارع خلف حديقة سفاري بارك وصولا إلى مناطق عزبة المطار. من جانبها بتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. يعني دي كانت كافة التفاصيل حول يعني غلق لبعض الطرق وأيضا يعني اتجاهات السير في بعض الأحيان يعني بعض الطرق اللي من الممكن أنها تكون بتهم حضراتكم أو بتسلكوها بشكل يومي. بشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات ومتابعات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.